لكن أنا اللي قاعد أحاول أسوي في البرنامج هذا تحديداً أن أراعي كل التوجهات، كل الأفكار، كل التجارب بمختلف انتماءاتها. فأقول هذا البرنامج هو مفتوح للجميع، من لديه شهادة ومستعد أن يدلي بشهادته على العصر في هذا البرنامج حياه الله، أيا كان توجهه أيا كان انتماءه. فأنت إذا تقولي على سبيل المثال أنا جبت من الفئة ألف شخص معين، بكل تأكيد هذا راح يثير استياء الفئة باء وجيم ودال. لكن تشوفني أنا مباشرة الضيف اللي بعده راح أجيب من الفئة باء، هذا راح يرجع فئة ألف أنه تستاء منك. بعدين فئة جيم كذلك. بعد فترة من الزمن الجمهور راح يكون قادر على تقييم الموقف أيضا بشكل موضوعي، وراح يقول لك أوكي أنت معناته قاعد فعلا تتيح المجال للجميع أنه يظهر معاك، ما في تحيز لفئة ضد فئة أو مجموعة ضد مجموعة. طبيعي مرة ثانية إرضاء الناس غاية لا تدرك، بس تحاول توازن من خلال التنوع. أنا عندي مسألة التنوع بالضيوف مهمة جدا جدا، وأوازن بين كل ضيف. هذا الضيف إذا جاء لازم أفكر الضيف اللي بعده مين اللي يكون موجود حتى نقدر أوازن مع الضيف اللي ضروري جدا. صح. يعني أمشي على خريطة حتى اختيار الضيوف. أنا ممكن بعد عندي بعض الضيوف عندي أنا مصور معهم قبل سنتين، بعض الضيوف عندي موجودين مصور معهم قبل 3 سنوات وما نعرض. لا، هي التوقيت، مسألة التوقيت مهمة جدا. متى هذا الضيف توقيته الأنسب ويأتي بعد من وقبل من، حتى تطلع من حقل الألغام الخاص بالمشاهد، لأن المشاهد ما راح يرحمك.